أهلا بيكم، أنا اسمي أحمد علاء الدين علي سليمان الشهير بديكو، كانت جاية من أحمد ديكو بس بقت ديكو. أنا عندي 9 سنين وهكمل إن شاء الله السنة دي 10 سنين، وبتدرب كورة وسباحة وفتنس وبيانو. تعالوا نقضي وقت حلو مع بعض وعرفكم بيا أكتر. ما اخترتش اللعبة، انا شفت ان اللعبة كويسة وبابايا هو اللي اختارها لي. هي لعبة ايه؟ ما انا معرفة، مش تقولي؟ كرة والسباحة ابتدينا كده، اما البيانو والفيتنس كانوا متأخر شوية. يعني انت بتلعب كرة وسباحة، السباحة الاول؟ لا، الكرة والسباحة في نفس الوقت، اشتركنا في نفس اليوم. ولحد دلوقتي بتلعب كرة وسباحة؟ طب ومتفوق في ايه اكتر؟ ومتفوق في الكرة اكتر، عشان مهتم بالكرة اكتر، ونفسي لما اكبر ابقى لعيب كرة مش لعيب سباحة. طب والسباحة بقى مستمر فيها ليه؟ انا هستمر فيها لغاية لما اخد ميداليات كتيرة واخلص المراحل اللي في السباحة. يعني السباحة بتديك فتنس؟ تفتكر؟ انا بروحها علشان تديني فتنس وتنمي جسمي. طيب ايه وضعك بقى او ايه البوزيشن بتاعك اللي في الملعب؟ انا ممكن العب مهاجم، ممكن العب ناحيه الشمال وناحيه اليمين. انا في الاول كنت بلعب ناحيه الشمال، وبعديها مره جربت العب مهاجم، فالكابتن شاف ان انا بلعب كويس مهاجم ولعبت مره يمين علشان ادخل جوه وبعديها اشوط بالشمال. لكن انت بتبقى مبسوط اكتر في ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال، ولا مهاجم ولا مدافع؟ انا بنبسط اكتر مهاجم علشان بروح اجيب جوان اكتر من ناحيه الشمال، كمان ما بدافعش علشان لما برجع ادافع ما بعرفش ادافع اكتر ما زي ما انا بهاجم. يعني عايز تقولي ان اللي بيجيب جوان ده بيبقى اسعد واحد في المباراه؟ ولا كلنا بنكمل بعض؟ يعني انت اكيد برضو بتتسبب في جوان كتير ولا ايه؟ بس هو اللي بيجيب جون بيفرح مع اللي اداله، اللي ادى الكرة للي جاب الجون. يعني لازم نتعاون بقى مع بعض. ايوه، الكرة لعبة جماعية. يعني ايه لعبة جماعية؟ كلمني اكتر، يعني ايه لعبة جماعية؟ يعني لازم ما نبقاش انانيين وندي الكرة لبعض ونكون متفاهمين ونعرف كل واحد مركزه ايه علشان التكتيكات تبقى ماشية صح. طب احكي لي كده يا ديكو عن اسعد لحظه قابلتك وانت في الملعب. اسعد لحظه قابلتني وانا في الملعب، كنت ساعتها بلعب مع 2005 علشان انا كان جسمي صغير، وكنا بنلعب في سيمي فاينلز، كنا متعادلين 1-1 وكنا بنلعب بنالتيات، ما كانش فاضل غير شوطه واحده، لو جبتها اكسب ولو ما جبتهاش اخسر. فانا لما شطها جت جون، فكل الناس شالتني على كتفها. ساعتها بتفكر في ايه في اللحظه دي؟ بتفتكر مين اكتر شخصيه بتيجي قصادك؟ مين؟ الكابتن بتاع القديم، كابتن محمود، واصحابي بتوع 2005. طب اسمعنا، ناخد واحد، اسمعنا كابتن محمود. عشان كابتن محمود كان كابتن كويس وكان بيعلمنا ازاي نبص صح. Every truth that plays, I close my eyes and let.
انا مامة احمد علاء الشهيد بديكو. احب احكي لكم كده بسرعه عنه. هو الحمد لله كان طفل ومن هو صغير كان عنده كاريزما، كان كل ما الناس تشوفه معايا كده يمسكوه مني ويكلموه، وكان ليه ضحكه جميله كده. وبدانا اول خطوه معاه كان في السباحه، لانه هو كان بيحب المايه جدا جدا، وكان في ما بينه وما بين المايه كده يعني صحوبيه يعني. فبدانا له السباحه الاول، وبعدين بابا كان حابب ان هو يلعب كوره، فاشترك له بعد كده على طول في الكوره على طول، وحبها وانطلق فيها الحمد لله. كان شقي طبعا وهو صغير وغلبني كتير، حتى في المدرسه كان دايما بيكلموني عن ان هو شقي جدا، وكان ساعات بيغلس على اصحابه يعني. بس الحمد لله هو اختلف دلوقتي خالص مع الرياضه، خليته سلوكه مختلف وطريقته مع الناس مختلفه، وبقى اجتماعي اكتر، لان هو الاول كان خجول جدا وما كانش بيعرف يعبر عن اللي جواه خالص، فكان بيعبر عنه بطريقه مختلفه، فما كانش الناس بتتبسط منه قوي في الموضوع ده. بس الحمد لله الرياضه خليته مختلف خالص خالص، وهو مايل للكره اكتر من السباحه. بس احنا يعني حابين ان هو يكمل في السباحه اكتر، لانها بتبني له جسمه وبتخلي له جسمه شكله حلو وبتدي له صحه اكتر، وخصوصا ان هو كان عنده في صدره كحه كتير بعد السباحه، الموضوع ده تقريبا انتهى. في المدرسه الحمد لله هو متفوق وبيطلع من الاوائل، والحمد لله هو يعني بيلقط بسرعه في موضوع المذاكره، ما بيغلبناش كتير فيها، بياخد وقت قليل قوي في المذاكره عشان الرياضه مساعداه على ده، لانه بينظم وقته. كمان ببقى حريصه جدا ان هو يبقى ليه يعني اصحاب في المدرسه بالذات، لان اصدقاء المدرسه دول بحس ان هم ما يتعوضوش خالص. فالحمد لله اعياد ميلاد صحابه بيحضرها دايما، مناسباتهم مع صحابه بيحضرها دايما، حتى جارنا محمود هنا اللي علاقه طيبه بيه الحمد لله، ودايما بيروح له وهو بيجي يزورنا. بالنسبه بقى لاهلي وكده بيروح يعني مش كتير قوي عشان الموضوع الرياضه ده، بس برضو حريصين ان هو يروح كل المناسبات بتاعتهم ويشوفهم طبعا، ويحضر كل المناسبات العائليه عشان يبقى مرتبط برضو بالاهل وكده يعني. بالنسبه للاكل بقى، ديكو الحقيقه كان مغلبني جدا وهو صغير وما زال ويعني بنحاول نخليه يحب موضوع السلطه بالذات، لانه هو في موضوع السلطه ده يعني كتير ما بيرضاش يعني ياكلها، بس احنا بنشجعه، لان كمان الكباتن قالوا لي لازم يبقى حريص اكتر على موضوع الخص، لان الخص دوت بيديله طاقه في موضوع السباحه بالذات يعني. بس ويا رب ربنا يوفقه ان شاء الله، واشوفه احسن الناس، ويبقى كده يبقى علامه في اسم مصر يعني، يا رب اتمنى يعني. انا علاء الدين علي سليمان بابا ديكو. يعني احنا الحمد لله في اسرتنا انا ومراتي كنا متفقين ان احنا بنتجوز، يعني ان شاء الله اولادنا هيبقوا رياضيين وان شاء الله يبقوا ناجحين، وحرصت الحمد لله من ساعه ما اتولدوا هما الاثنين احمد وراوية ولادي ان هما يبقوا، احاول اخليهم شاطرين في كل حاجه عشان لما يكبروا يعرفوا يختاروا. يعني احنا الحمد لله مش هنفرض عليهم زي كل الناس يا دكتور يا مهندس يا مش عارف ايه، لا يعني انا ما عنديش مانع ان هو يطلع لعيب كوره، بس يبقى متفوق في دراسته، ما تاثرش الكوره على انه يبقى مثقف،
ما تأثرش كرة على انه يبقى ناجح في حياته عموما يعني. والحمد لله قدرنا نخليه شاطر في المدرسة يعني، الحمد لله المدرسة كلها بتتكلم عنه، والحمد لله كويس قوي في الكورة. حرصت برضو من هو صغير ان انا كنت بتدخل في تمريناته طبعا بالقدر اللي ما بدخلش في شغل الناس يعني، بس وهو صغير لما كان ابتدى يمشي لقيته بيحب يجري ورا الكورة، بيحب يلعب كورة، فحرصت ان انا هو وهو صغير كان باين ان هو ايمن مثلا، انا حرصت ان هو من هو صغير انا اخليه يشوط بالشمال، فلما كبر دلوقتي بقى بيلعب بالشمال وباليمين، هو يعني لما بيتشاف يتقال عليه اشوط بس هو اصلا ايمن، لان الحمد لله انا وهو كنا حريصين انه يلعب برجلتين وهو صغير، فدلوقتي الحمد لله بقى بيشوط كويس قوي باليمين، بيعرف ينشن باليمين ويعرف يشوط جامد قوي بالشمال. غير الكورة حياته الحمد لله مليانة في نشاطات كتير، بيعمل نشاطات في المدرسة، اشترك في المدرسة مثلا في الطبيخ، في الغنى، تمثيل، السنة دي اتعلم اسباني، احنا حريصين برضو انا وهو لما عرفنا ان في نشاط اسباني في المدرسة ان هو يخشه عشان ده هيفيده في الكورة ان شاء الله. هو في مدرسة فرنساوي فالاسباني قريب قوي من الفرنساوي، زي ما احنا عارفين الاسباني والفرنساوي والايطالي تقريبا ثلاثة جايين من اللاتيني فقريبين قوي من بعض، وسهل ان لو واحد اتعلم حاجة منهم يتعلم الباقي. غير نشاطات المدرسة الحمد لله مشترك في البيانو في الاوبرا، ولسه عامل حفلة في الاوبرا قريب كانت ناجحة جدا، هو لسه مشترك قريب فلسه مبتدئ يعني، بس على انه مبتدئ عاشه الحمد لله كويس. مشترك في السباحة، هو فريق السباحة في النادي. احنا برضو حريصين على موضوع السباحة ده، لان يعني على عكس مثلا مدربين الكرة يقولوا لنا خلوه يبطل سباحة، بس انا مش عايزه يبطل سباحة دلوقتي لانها بتبني جسمه، هي يمكن بتخليه مجهد دلوقتي لما بيجي يلعب كورة في التمرينات او في الماتشات كده، السباحة بتهلكه شوية، بس انا ببص للمدى البعيد ان هو اولا ممكن في يوم من الايام يبقى بطل سباحة رغم صغر حجمه دلوقتي، بس يمكن لما يكبر شوية يفرد وممكن يبقى بطل. وحاجة تانية ان السباحة مفيدة، هتفيده هتفيد جسمه وهتبني جسمه للمستقبل لأي رياضة تانية. اتمنى انكم قضيتوا وقت حلو معايا وانكم عرفتوا معلومات كثيرة عني، واتمنى انا وانتم لما نكبر نرفع اسم مصر ونبقى ابطال كبار.